السلام عليكم. دلوقتي لو انا عندي اصدار في قلب الملف الراتب بتاعي بالشكل دوت، دلوقتي انا عايز ادي الجزء ده لون والجزء ده لون والجزء ده لون وهكذا. لو انت دخلت في الفي بي واخترت ستيرز، هتلاقي ان هو لو دوست على عند البلس ديت دخلت في الاجزاء دي، ممكن تقول له مثلا الكات مارك ديت عايز اديها لون مختلف بالشكل دوت. طب انا عايز السبورت اديله لون مختلف، تيجي سبورت مثلا تديله اللون دوت. طيب انا عايز بقى الهيدن لاين تاخد لون او النوزنج لاين ياخد لون، فتقدر تتحكم في الوان السلالم بشكل كويس جدا، وممكن تتحكم في الخطوط. في عندك امر موديفاي هنا، هتلاقي امر هنا اسمه لاين وورك، تتعلم عليه وتختار الخط اللي انت عايزه. ولكم مثلا هيدن لاين، او تختار مثلا اي حاجه تمام، خليها مثلا انفيزابل. انفيزابل هيخليه يختفي، فتختار الخط اللي انت عايزه فيديله نفس الخواص بتاعته. مثلا هيدن لاين تختار هيدن لاين يغيره لك بالشكل اللي انت عايزه. ماشي.